قبل ما كان طالما جئنا لباب يعني إلى هذا الحد، كان من الخطر أن يسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مضيق باب المندب تحديدا؟ أخي وائل، الإرهاب ينشأ دائما في الدول الغير مستقرة. متى ما كان هناك عدم استقرار سياسي، عدم استقرار أمني، يظهر الإرهاب. إذا تحولت اليمن لما يحدث، كما نفس الحال الذي يحدث اليوم في ليبيا وفي سوريا وفي العراق، ما هو مصير من يحمي باب المندب؟ إذا أصبحت الدولة اليمنية مستقرة تستطيع أن تساهم في أمن باب المندب. ولذلك كانت إحدى أهم العمليات اللي نفذها التحالف هي الاستيلاء على جزيرة ميون، حماية باب المندب، ووضع قوات يمنية وقوات تحالف لضمان أمن الملاحة الدولية. جزيرة ميون اللي تقع على رأس باب المندب. على رأس باب المندب. باب المندب. وبالتالي الذي يسيطر عليها هو الذي يتحكم في مدخل باب المندب. مضيق باب المندب من أهم الممرات المائية في العالم، اكتسب أهميته وخطورته بعد افتتاح قناة السويس التي ربطت البحر الأحمر بالبحر المتوسط. لذلك فإن تهديد المضيق يخنق مصر اقتصاديا ويعرض أمنها القومي للخطر. تعبر السفن وناقلات النفط في المضيق على محورين متعاكسين، وازدادت أهميته أيضا مع تزايد أهمية بترول الخليج، حيث تعبره يومياً 57 سفينة وناقلة نفط. نظراً لأهمية مضيق باب المندب، أقامت الدول الكبرى قواعد عسكرية حوله وبالقرب منه، إلا أن اليمن هي الدولة ذات الأفضلية الاستراتيجية في السيطرة عليه. لذلك صارعت القوات البحرية المصرية مع قوات التحالف بدخول مضيق باب المندب بعد سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على معظم أرجاء اليمن. ليس من مصلحة الدول العربية والمملكة على رأسها أن تكون اليمن دولة فاشلة وتصبح مرتع للإرهابيين. وليس ببعيد، قبل يومين بدأنا عملية كبرى ضد القاعدة في حضرموت، لأن لدينا منهجية في العمل. العمل الأول هو هزيمة التنظيم الحوثي وصالح، وهو ما سميناه بالعمليات العسكرية الكبرى. ثم بدأنا مرحلة الاستقرار، إعادة الاستقرار في المدن المحررة من سيطرة الميليشيات الحوثية كعدن، أبين، المكلا، والتي كانت تنشط فيها القاعدة. وللأسف أن القاعدة كانت تنشأ بالتعاون مع علي عبد الله صالح. القاعدة تتعاون مع علي عبد الله صالح؟ طبعا، الجميع يعلم أنه كان هناك تعاون لسبب واحد. علي عبد الله صالح لديه منهجية أنه دائما هناك القاعدة تعمل، فستجلب الدول الغربية قواتها وسوف توقف عمليات التحالف، وبالتالي يبقى علي عبد الله صالح كعنصر من المعادلة في الوضع داخل اليمن. الأمر الثاني هو أن يشعر المجتمع الدولي أن الحكومة اليمنية والتحالف غير قادرين على مكافحة الإرهاب في اليمن. خلال اليومين الماضية بدأنا عملية موسعة ضد القاعدة في المكلا وفي أبين، وقبلها في لحج وفي ضواحي عدن، وقتل منهم المئات من القاعدة، ولا تزال عمليات جارية لمطاردة فلولهم في مناطق حضرموت. وهذا الدليل إضافي أننا سنحرم علي عبد الله صالح من الآلة الأداة اللي كان يستخدمها وهي القاعدة. دول العالم الغربي، بس هنا القاعدة يعني يقولون أيضا أنهم يواجهون الحوثيين، على اعتبار أن الحوثيين يمثلون طائفية شيعية مدمرة، والقاعدة أيضا تمثل طائفية سنية مدمرة. فهل أنتم تقاتلون الحوثيين والقاعدة مع أن القاعدة تدعي أنها تحارب الحوثيين؟ بالعكس، الطرح كان أن الحوثي يقول نحن تحركنا في اليمن ضد الدولة اليمنية لأنها عاجزة عن مقاتلة داعش والقاعدة، وكانت دعايتهم أنهم يقاتلون القاعدة ويقاتلون الدواعش. اليوم نجد أنهم لم يقاتلوهم، بالعكس تعاونوا معهم، ولدينا معلومات مؤكدة اليوم أن هناك تعاون مباشر ما بين الجهاز الأمني التابع لعبد الله صالح وللحوثيين مع القاعدة. من هم القاعدة؟ القاعدة هم مجرمون من بقايا القاعدة التي هزمت في المملكة العربية السعودية، فروا إلى اليمن
وأنشأوا ما يسمى بالقاعدة في الجزيرة العربية، يقتاتون على التهريب، تهريب السلاح، تهريب المخدرات، تهريب الأشخاص، ويسيطرون على المناطق الغير محكومة في اليمن كمنطقة حضرموت وبعض مناطق المهرة في جنوب شرق اليمن. هؤلاء هم القاعدة، ويستخدمهم من يستخدمهم، كان يستخدم علي عبد الله صالح من وقت لآخر لعمل التفجيرات ووضع شعار داعش والقاعدة واستجلاب الدعم المالي من الدول الغربية بحجة أنه يقاتل القاعدة، واستخدمهم الآن ضد الحكومة الشرعية حتى يبطل حجة أن هناك أمن واستقرار في المدن المحررة من ميليشيات الحوثية. اليوم يتضح لنا أن الحوثيون لا يقاتلون القاعدة، بل هم متعاونون مع القاعدة. ولذلك نظرتنا كتحالف للوضع في كل من يحارب الشرعية والشعب اليمني هي جماعات إرهابية وخارج القانون. القاعدة والحوثيون وميليشيات علي عبد الله صالح كلاهما وجهان لعملة واحدة. منهجيتنا في العمل يجب المحافظة على تكوين الدولة، حكومة يمنية، أجهزة أمنية تستطيع أن تبسط نفوذها في المدن المحررة وتعيد الأمن للمواطنين. اليوم نحن حررنا المكلا وأعيدت الخدمات للمواطنين، أعيدت الكهرباء، أعيدت المياه، وبدأت الحياة تعود وضعها الطبيعي. هذا ما يحتاج المواطن اليمني اليوم، لا يحتاج أحد يدافع عنه، نحتاج الحكومة اليمنية الشرعية وأجهزتها الأمنية وليست ميليشيات. ولذلك لماذا نحن حاربنا الحوثي؟ إن استمرت الميليشيات الحوثية التي تدعي أنها شيعية سينشأ مقابلها متطرفون سنيون بميليشيا أخرى حتى يوازنوا المعادلة. نحن نقول لا ميليشيات في اليمن، يجب أن يعود اليمن لليمنيين.